Yakuba, Yakuba, la taqshawna illa Allah, la taqshawna illa Allah, la taqshawna illa Allah. احنا تعبنا نستمع صوت جماعنا في الثورة العظيمة من أبناء الثورة العظيمة. هنا يا اخوانا نؤكد المنصة هنا انعكاس لمصر كما هي، لنا لكل المصريين، ولا يمكن ابدا ان اي طيار يتغلب ابدا، لان مصر لنا كلنا ولكل المصريين. والان مع الدكتور هاني حنا. تحيا يا مصر، تحيا يا مصر، تحيا يا مصر، تحيا يا مصر، تحيا يا مصر. اسمي الدكتور هاني حنا، وانا بعتقد اني ابن الثقافه الاسلاميه، اني ابن الثقافه الاسلاميه. علشان كده وانا بعدي في الميدان وبسمع ناس بتنادي الاسلام قادم او قادم يا اسلام، امال احنا عايشين في ايه؟ احنا عايشين في ايه؟ الدين اساسي في ضمير كل مصري. الدين اساسي، الدين اسلام، مسيحيه، يهوديه، جزء اساسي في ضمير، جزء اساسي في تكوين كل مصري. صح ولا بتكلم غلط؟ نحن جميعا نحب الله، والله يحبنا جميعا. نعم، ولأجل هذا نحن نحب بعضنا البعض، جميعنا نحب بعضنا البعض. هل هذا صحيح؟ أسمع، يبقى نهتف مع بعض: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أنا بعتذر عن فريق الترانيم إنه ما قدرش يدخل من الزحمة، ولكن خلونا، أنتوا فاكرين لما كنا بنقول بالك بلادي؟ فاكرين الترنيمه دي بالك بلادي؟ مين فاكرها يرفع ايديه؟ طيب هنعتبر في وجداننا ان احنا خلاص رنمنا الترنيمه دي بالموسيقى بتاعتها. نستمع معا الى المزمور 27: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. أخاف من مين؟ الرب حصن حياتي ممن أرتعب. عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حق ففي ذلك أنا مطمئن. لماذا؟ لأننا نؤمن بالله، جميعنا نؤمن بالله، ولأننا شعب مؤمن نحن لن نسكت أبدا حتى يقام الحق والعدل في هذه البلاد، حتى يحاكم الطاغية وكل سدنا في الطاغوت. لن نصمت حتى يحاكم محاكمة علنية ناجزة عادلة. لن نصمت حتى يكف النظام عن تدليل زعيم النظام. هو ليس نظام سابق بعد، ما زالت قوائمه موجودة، ولن نصمت حتى يسقط هذا النظام بكل أركانه وبكل جوانبه. لن نصمت حتى تتطهر جميع المؤسسات الحكومية.